ما هي المفطرات السبعة في رمضان؟ وكيف نتجنب مبطلات الصيام سواء في رمضان أو في غير رمضان؟ ومتى يكمل الصائم صيامه حتى لو أبطل صومه؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، باختصار شديد، هناك سبعة أمور ينبغي أن ننتبه لها في نهار رمضان. طبعا هذه المبطلات السبعة في رمضان وخارج رمضان هي تبطل الصيام، لأن الصيام له شروط أيها الأحبة وله أركان. طبعا الشيء الذي نعلمه جميعا هو الامتناع عن الطعام والشرب، فإذا أكل الصائم متعمدا ليس سهوا، يعني إنسان غفل فأكل أو شرب هذا لا شيء عليه، ولكن إذا أكل متعمدا شيء طبيعي أنه أبطل صومه. الدخان يبطل الصيام، الدواء يبطل الصيام، ما كان بمعنى الطعام والشراب يبطل الصيام. يعني إنسان مثلا يتعود أن يمضغ شيئا في فمه، أيضا هذا يبطل الصيام، شيئا من النباتات أو الحشائش، عادات عند بعض الشعوب. إذن المبطل الأول هو الطعام والشراب، هذا نعلمه جميعا، والمبطل الثاني أشياء تتعلق بالدواء وغير ذلك. المريض أخي الحبيب يستطيع أن يفطر، يعني فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذه رخصة أعطاك الله إياها. فإذا لم تكن تستطيع الصيام مطلقا تستطيع أن تطعم كل يوم مسكين، عن كل يوم لا تستطيع صيامه. إذا كنت لا تستطيع نهائيا، يعني إذا منعك الطبيب من الصيام نهائيا، تتصدق كل يوم يعني بشيء من المال أو الطعام، عن تطعم مسكينا أو أكثر طبعا حسب قدرة كل واحد، لأن هذا الذي تضعه في سبيل الله يبقى رصيد لك، يبقى رصيدا لك عند الله سبحانه وتعالى. القضية الثالثة المهمة هي الجماع أيها الأحبة، أو خروج ماء الرجل. أحيانا الإنسان يعني تغلب عليه الشهوة ويغلب عليه إبليس، يتغلب عليه فيقوم إما بالعادة السرية مثلا أو يقوم بالجماع. طبعا الجماع كفارته عظيمة جدا في رمضان، صيام شهرين متتابعين، فلذلك قضية الجماع قضية خطيرة، يعني ينبغي الإنسان أن ينتبه لها. طيب موضوع العادة السرية مثلا، طبعا بعض الشباب قد يتهور، قد يغلبه الشيطان. في هذه الحالة إذا أبطل صيامه متعمدا ينبغي ألا يأكل ويشرب، يتابع صيامه، لأن المانع هنا ليس الطعام والشراب وليس الجوع وليس الدواء، إنما هو طارئ طرأ عليه أغواه إبليس فمارس هذا الأمر. يكمل صومه عفوا، ويفطر أذان المغرب بشكل طبيعي، ويصوم بعد رمضان يوما عوضا عن هذا اليوم الذي أفطره. وهذا أمر يعني فيه ذنب عظيم ينبغي أن ينتبه له الشاب، ولكن عندما تغلب عليه الشهوة يتوب إلى الله، يستغفر الله، يكمل صومه بشكل عادي، ثم يصوم بعد رمضان يوما كفارة لهذا اليوم. طبعا ليس عليه صيام شهرين، فقط الجماع بالنسبة للمتزوج. طيب لدينا موضوع أيها الأحبة، القيء العمد، يعني الإنسان يتقيأ عمدا. هناك فرق بين أن تخرج ما في بطنك من طعام كإنسان مضطر
لم تستطع أن تتحمل فأخرجته، وهناك من يخرج هذا الأمر أو هذا الطعام أو بقايا الطعام عمدا، فهذا طبعا يقول الفقهاء يجب أن يتم صيامه، ولكن عليه صيام يوم بدلا من هذا اليوم. يعني هو صحيح أبطل صيامه ولكن لا يأكل ويشرب. دائما هذه قاعدة أيها الأحبة، أي مفطر من هذه المفطرات حتى لو أن الإنسان أكل عمدا ثم ندم، الإنسان قد يغويه الشيطان فيشرب كأسا من الماء وهو صائم عمدا، نقول له أكمل صيامك ثم صم يوما بدلا من هذا، فقد ارتكبت ذنبا عظيما، لأن إفطارك لهذا اليوم لا يوفيه صيام الدهر كله على فكرة. يعني فالمؤمن الصادق مع الله لا يفطر ولا يوما إلا بعذر شرعي، المرض أو السفر. طيب، بالنسبة للمرأة هناك ما يسمى بالحيض أو النفاس، امرأة وضعت مولودا أو يعني مرت بما يسمى الدورة الشهرية الحيض، فهذا طبعا يبطل الصيام وتقضي ما عليها. طبعا في هذه الحالة تأكل وتشرب لأنها لا تستطيع أن تكمل الصوم ولا تستطيع أن تصوم في اليوم التالي، لأن هذه الفترة تكون أحيانا أكثر من 3 أيام أو 5 أيام أو 7 أيام حسب، يعني تختلف من امرأة لأخرى. ففي هذه الحالة أخي الحبيب ينبغي على المرأة أن تسجل ما فاتها من أيام تفطر فيها بشكل طبيعي وتقضيها بعد رمضان. وهذا طبعا لا تقضي الصلاة، الصلاة لا تقضى. بعض الناس يقول أو من يسمون أنفسهم بالمجتهدين يقولون لماذا لا تقضي الصلاة؟ الصلاة هي أمر مكتوب كنظام يومي، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقت لينظم حياتك. فالصلاة لا تقضى، الصيام يقضى، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك أيضا أمر آخر أخي الحبيب، إخراج الدم. الدم أحيانا إذا أخرجه الإنسان متعمدا أيضا هذا حسب الفقهاء يبطل الصيام، وبخاصة الحجامة مثلا. لذلك الحجامة في نهار رمضان لا تجوز لأنها تبطل الصيام، فالأفضل أن تؤخر هذا الأمر خارج رمضان أو في وقت آخر بعد المغرب. إذن هذه الأمور السبعة أخي الحبيب هي مبطلات للصيام، فمن وقع فيها يكمل، طبعا باستثناء موضوع الحيض والنفاس بالنسبة للنساء، من وقع في شيء منها يكمل صيامه بشكل عادي ويعوض هذا اليوم يصومه فيما بعد، ويستغفر الله كثيرا، لأن الله مطلع عليك أخي الحبيب، الله يراك، الله يقول لك إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، الله يجزيك مباشرة بينك وبينه أجر هذا الصيام، لدرجة أن الله عز وجل خصص بابا من أبواب الجنة الثمانية يقال له الريان، لا يدخله إلا الصائمون، لتدخل منه يوم القيامة. وتذكر عندما تصوم أنت لا تصوم من أجل الجوع والعطش والتوقف عن الشهوات أو غير ذلك، لا، أنت تصوم أولا لمصلحتك الشخصية، والصيام فيه منافع كثيرة، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، فيه منافع كثيرة لعلاج الكثير من الأمراض. الصيام يحبه الله، من الأعمال التي يحبها الله الصيام، لذلك أنت تصوم حبا في الله، تصوم لأن الله أمرك
ويريد مصلحتك. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.